حزب الحرية يطالب بتفتيش الناخبين الأتراك مزدوجي الجنسية. 9.8 مليون نسمة يعيشون في النمسا، 66.7% منهم أجانب. نهاما يعد بفتح آفاق جديدة للهجرة القانونية من مصر إلى النمسا. دراسة صندوق الاندماج، 84% من السوريين يؤيدون الديمقراطية. ارتفاع بنسبة 40% في منح اللجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم. انطلقت الخميس عملية التصويت للمقيمين الأتراك في الخارج للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة في الداخل في 14 مايو المقبل. وشهدت القنصلية التركية في فيينا ازدحاما كبيرا من الناخبين، وكان قد طلب وزير الخارجية من نظيره التركي عدم إقحام الجالية التركية في النمسا في الصراعات الداخلية. وطالب رئيس حزب الحرية كيكل بتفتيش الناخبين من قبل الشرطة للتأكد من حملة الجنسية النمساوية، لأن تركيا لا تتعاون في إثبات الجنسية المزدوجة. بلغ عدد سكان النمسا 9.8 مليون نسمة، من بينهم 4.7 مليون من حملة الجنسية النمساوية، بينما ازداد عدد الأجانب بنسبة 66.7% حتى عام 2021 وفق لهيئة الإحصاء الرسمية. ويتصدر الألمان والرومانيون والصرب قائمة الجنسيات الأكثر انتشاراً بين الأجانب. ولاحظت الهيئة زيادة في السكان في المناطق الحضرية وانخفاضاً في الأطراف، ويمثل الأجانب 17.4% من إجمالي عدد السكان. وتحتضن فيينا 31.9% من الأجانب، يليها فولربرغ 18.7% وسالسبورغ 18.3%. تعهد المستشار نهاما بفتح آفاق جديدة للهجرة القانونية للمواطنين من مصر، وذلك لتغطية نقص العمالة في النمسا والتصدي للهجرة غير الشرعية. وأشار نهاما أثناء زيارته لمصر أنه يجب على المهتمين بالهجرة أن يكملوا دورات تدريبية لغوية ويخضعوا لفحص السلامة. ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق مع مصر خلال زيارة الرئيس السيسي إلى النمسا، ولكن هذا مرتبط في التزام مصر باستعادة اللاجئين المرفوضين وتزويدهم بالوثائق اللازمة لعودتهم. تمثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتفقنا معا على تكثيف الحوار بين بلدينا للتوصل لإطار مستقبلي للتعاون بيننا في ملف الهجرة. هدف هذه الرحلة كان هو أيضا التركيز على الجانب الاقتصادي وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع شركات نمساوية ترسخ التعاون وتضع هذا التعاون أيضا نصب الأعين. كشفت دراسة جديدة تابعة لوزارة الاندماج في النمسا أن الديمقراطية مهمة لغالبية المهاجرين، ويعتبر المهاجرون القدماء أكثر احتراماً للديمقراطية. وأشارت الدراسة إلى أن المهاجرون القادمون من سوريا وتركيا هم الأكثر تأييداً للديمقراطية. وشملت مقترحات الدراسة حل لمشكلة التكامل من خلال تحسين ظروف التعليم وتوزيع المهاجرين في المدارس وتسهيل الوصول لسوق العمل وتشجيع التنويع والتقدير للآخر وتثبيتها في المجتمع بشكل يتيح لهم الشعور بالانتماء. منحت دول الاتحاد الأوروبي الحماية لأكثر من 384 ألف طالب لجوء خلال العام الماضي، بزيادة 40% مقارنة بالعام السابق. وأعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات أن ألمانيا منحت النسبة الأكبر للجوء ب 41%، يليها فرنسا 13%، ثم إيطاليا 10%، وأخيراً إسبانيا ب 9%. ومنح 44% وضع الحماية الكاملة، 31% الحماية الفرعية، و 25% الحماية الإنسانية. وكانت أكبر الفئات التي حصلت على وضع الحماية
هم السوريون بواقع 29% والأفغان 23%. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا ليلى مكتبي، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.